الهلال أو الموج الأزرق أو الزعيم كما يتغنى به عشاقه، تحت تلك الأسامي تتدفق ألوان الريبة وأمواج الشبهات، فلا تغرنك كل قصص الإنجازات الكبيرة والبطولات الكثيرة، فكلها يا سيدي من صنع عرق الحكام. فهل سبق لك أن شاهدت من قبل حكما يجري فرحا لتسجيل الأهداف وكأنه كابتن الفريق؟ فهذا لن يحدث إلا مع الهلال، حتى لو قيل أن شجرة سقطت في غابة الأمازون أثناء مباراة الهلال فهي ضربة جزاء صحيحة مدعومة من تقنية الكاش، وكل ما على اللاعب هو الدخول لمنطقة الصندوق والباقي يتكفل به الحكم ولا يهتم حتى بالتسديد، فالنية تكفي لاحتساب الأهداف طالما عبرت خط الصندوق، وبعده سيغني لك الحكم أنا أشم الهدف بإحساسية. بطولات وهمية مصنوعة من ورق التزييف ومن عرق الحكام الغير النظيف، ومن الجنون أن تكون حكما في مباراة لا يفوز فيها الهلال، فإن الحرمان والإقصاء سيطالك بقرار لا تدري من أين نزل فحوى مضمونه وجواز صلاحيته. صدق أو لا تصدق أن هذا الموسم في جميع مبارياته المحلية سواء في الدوري أو السوبر أو الكاس لم تحتسب ضده أي ضربة جزاء، فلاعبوه يلبسون ملابس الإحرام في الملعب ولا يخطئون وهم يمارسون طقوس الانتصارات، وكل الخصوم شياطين ينالهم رجوم الجزاءات من صافرات الحكام. فمن الطبيعي أن تكون كل البطولات مخطوفة وكل الكؤوس مسروقة وكل الأرقام منهوبة وكل السلاسل مكسورة، فهو يتصدر قائمة جيميس للخطف والنهب والسرق وتكسيرها على مستوى كل الفضائح. فإذا كان القاضي من أسلم واللاعب من أسلم والراية من أسلم والفار من أسلم، فأنا وكيف للخصم أن يسلم؟